والبداية مع زهير البهاوي والرابر الحر اللي كانوا حديث الجمهور طيلة هذا الأسبوع بعد إلغاء الديو بالتراضي والذي كان سيطرح قريبا، فكثرت الأقاويل والإشاعات عن سبب هذا القرار. لكن الفنانين بشكل استعجالي أكد معا أن الديو لن يطرح بدون ذكر الأسباب بعد ترويج كبير للعمل. شاء القدر أنه ما يكسبش العمل. وبهذه العبارة أعلن الحر وزهير بهاوي على عدم صدور أغنيتهم التي تم الترويج لها بشكل كبير. ما لاحظناه أن الحر هو من يتحدث فقط وكأنه هو صاحب قرار عدم إصدار الأغنية، ومن خلال تعابير البهاوي في الفيديو كان واضح عليه الأسف، والغريب أنه لم يتكلم إلا للرد على ثناء الحر له. أنا كنت من ذات السيد كل خير. لا حول ولا قوة. ولكن تتساءلون ما سبب الخلاف الذي لم يذكرانه؟ فإذا عدنا قليلا للوراء فالحر نشر في منتصف الليل ستوري مكتوب فيها: لم أكن أنتظر تلك الحركة خصوصا منك صديقي، لكن لا عليك، بالتوفيق. وبعد حوالي الساعتين زهير كتب ستوري استعجالي: بغيت نقول لكم باللي خير الحر هو اللي امتنع ومقدرش يخرج معنا هذه الأغنية حيت عنده التزامات وعقود. جمهور كبير قال أن ذلك فقط لخلق ضجة، ولكن الحر نفى ذلك تماما. مش من مبادئنا أننا نخلق ضجة بخلاف أو بسوء تفاهم. فمصادرنا تقول أن الحر لم يكن راضي على الطريقة التي روج بها زهير البهاوي لعمله المنفرد الجديد، بعدما كان من المقرر للديو أن يصدر في عيد الحب، ولكن البهاوي روج لأغنيته المنفردة، وفيما بعد أعلن عن كليبه الذي تم تصويره مع أمير الرواني، إضافة إلى عدم التفاهم في الإنتاج لتصوير الكليب. مصادر خاصة البرنامج بالفن قالت لنا أن الديو كان سيكون نقلة نوعية للفنانين، فكل واحد منهما غنى المقطع الخاص به من كلماته وألحانه، إضافة إلى أن بالفن يكشف كيف كانت فكرة الكليب، فالمخرج كان هو أمير الرواني، والسيناريو كان درامي بعد وفاة خطيبة زهير البهاوي التي هي أخت الحر في الكليب، وتتوالى الأحداث الحزينة. فالحر اختار أن يبقى حراً طليقاً، وزهير احترم هذا القرار. على العموم كل نجم منهما يواصل الترويج لعمله بطريقة منفردة، وأيضاً رابر سبعة وإيهاب أمير غادي يجمعهم ديو لأول مرة. الموضوع اجتماعي يتكلم على مشاكل الشباب، وتم تصويره في أحد الأحياء الشعبية بمدينة آسفي، كما سجل إيهاب ديو مع الرابر دومبيغ وغادي يصدروا قريباً.